برحب بحضراتكم مره ثانيه. ما زلنا كلامنا طبعا عن فرحه جماهير الاهلي وفرحه الفريق بفوزه وتاهله للسيمي فاينال في دوري ابطال افريقيا. حاجه جميله جدا، اكيد كل النجوم كل محبين النادي الاهلي ولاعبين النادي الاهلي اللي كانوا موجودين وحققوا بطولات مع النادي الاهلي كانوا في غايه السعاده. انا واحد من الناس كنت بتفرج مع كابتن شريف عبد المنعم امبارح، يعني كنا في حاله لحد حتى الجون الثاني هو بيجي، يعني كنا متاكدين ان احنا هنكسب، كنا متاكدين ان في شكل هيختلف في الشوط الثاني، لكن الحمد لله طبعا هم يعني وعدوا واوفوا اللاعبين بهذا الفوز وهذا التاهل، فكل التوفيق ليهم بقى ان شاء الله في المباراه القادمه. يعني حتى الان طبعا النجم الساحلي متقدم على فريق اهلي طرابلس بهدف اللاعب المصري عمرو مرعي. كلام بقى عن المباراه ونجم من نجوم مصر ونجم النادي الاهلي السابق كابتن عمرو انور اكيد ليه كلام وذكريات بقى عن المباراه امس، لان اكيد كان بيتفرج بشكل برضه زينا كده، والحاله الانفعالات اللي كانت موجوده سواء عندي انا متاكد انها كانت موجوده عند جميع النجوم اللي بيتفرجوا على المباراه بس من بره. بقى كابتن عمرو برحب بحضرتك كابتن عمرو. اهلا بيك، ازيك يا محمد؟ ده نورك. ربنا اتفرجت فين امبارح بقى صحيح؟ والله اتفرجت مع كابتن مصطفى يونس. انت اتفرجت مع كابتن شريف؟ انا كابتن شريف امبارح مش عايز اقول لك. لا ما انا برضه كابتن مصطفى قاعد جنبي ما شاء الله برضه وترني اكتر ما انا متوتر. لا والله انت كان عندك ثقه يا كابتن او يعني او كنت في حاله ان لا خلاص احنا مش هنوصل بعد الهدف ما دخل فينا؟ لا ما بص انا هقول لك على حاجه، هو هي المباراه متصعبه من هنا من واحنا من المباراه بتاعت القاهره، وكانت الفكره ان انت رايح بتلعب الترجي في تونس وانت لازم تجيب اجوان. هي كانت المشكله في ان عدد الاجوان، ان النتيجه طول ما هي 0-0 كنت انت محتاج هدف واحد، لما دخل فينا الجون فبقيت انت محتاج هدفين مش هدف واحد، والجون كمان جه انا في وجهه نظري يعني جه في وقت سخيف شويه. يعني جه في اخر الشوط الاول كان المفروض انه يرفع معنويات فريق الترجي بشكل كبير جدا، ان انت تطلع كسبان النادي الاهلي على ملعبك 1-0، وكان المفروض انه يحبط النادي الاهلي. اللي حصل امبارح بقى العكس. يعني فريق الترجي بس هي، وانا بس قبل ما يعني قبل ما اتكلم في المباراه، هي الناس لازم تعرف ان فريق الترجي انا يعني انا ده احساسي من اللي انا شفته من بدايه المباراه بتاعت امبارح، انه مش هقول كان عامل حساب للنادي الاهلي، لا هو كان خايف جدا من النادي الاهلي. وعنده احساس، ومش عايز اقول عنده يقين، انه هيخسر. انا يعني دي حاجه كانت باينه جدا في اداء اللعيبه بتاعت الترجي في الاداء اللي ادوا بيه الشوط الاول، حتى لما جات لهم ضربه الجزاء انت اكيد لاحظت الفرحه الطاغيه يعني اللي كانت طبعاً موجوده، ان هم يعني مش مستوعبين ان هم كانوا هيقدروا يحطوا جون تاني في النادي الاهلي. فانا شايف ان دي حاجه تتحسب طبعا للعيبه وللجهاز الفني، ان هم تعاملوا مع المباراه بمنتهى الهدوء، محدش كان عنده يعني العصبيه او الاحساس بالخساره بتاعه المباراه، ده ما كانش موجود. لما تتفرج على طريقه الاداء وطريقه اللعب والهدوء في نقل الكره وفي التحركات بدون كره، لا تحس ان الفريق بتاع النادي الاهلي امبارح فريق كسبان مش خسران، والمفروض انه يجيب هدفين في 45 دقيقه. دي حاجه كانت من الحاجات المهمه جدا اللي وصلتنا للنتيجه اللي احنا عملناها امبارح. كان ممكن النتيجه تزيد اكتر من كده طبعا، كان ممكن يعني الهدف الثالث كان ممكن يعني يريح الناس كلها، ان كان لعيبه او جهاز فني او جمهور بالظبط. كان ممكن ده سهل يحصل، خصوصا ان احنا من المباراه الاولى واحنا شايفين ان فريق الترجي قليل جدا بدنيا، صحيح قليل جدا في الخطوط الخلفيه، خصوصا المنطقه اللي هي بتاعه السرد باكين. النادي الاهلي اشتغل عليها كويس وقدر يستغل ضعف الاثنين اللي هم اللعيبه اللي بيلعبوا في قلب الدفاع، ويمكن لو شفت انت الجونين معمولين بعرضيات من ناحيه اليمين، ولكن جم من القلب بالظبط، واضحه سوء التمركز اللي كان واضح. ما توترتش؟ كان عندك الثقه؟ مش ما توترتش، لا توترت طبعا. لا توترت بس انا يعني انا كانت التوتر بالنسبه لي او الفكره بالنسبه لي ان انا يعني كنت شايف ان جون اسهل من جونين. يعني انا كنت شايف ان جون اسهل من جونين، صحيح كون ان المباراه يعني انا اللي كان في مخيلتي انا كتفكير في المباراه ان الاهلي يقدر يطول المباراه لاطول فتره ممكنه لحد ما توصل للدقيقه 60 65، كنت هتعمل في الترجي زي ما انت عايز والنتيجه 0-0، فكنت هتوصل للجون زي ما انت عايز. حصل يعني حصل العكس، وانت قبل ما توصل للدقيقه 65 كنت كسبان. يعني دي حاجه من الحاجات اللي تحسب صراحه، من اكبر يعني ما انا بقول لك بجد بجد، لا حاجه فعلا تحسب للجهاز الفني وللعيبه. انا يعني من امبارح حتى وانا بتكلم مع اي حد، لا هدوء هدوء، تحس ان فرقه
واثقه مش 100% مليون في المية انها هتكسب. صحيح، ما في امكانيات وقدرات الكابتن معلش برضه يعني فريق الترجي فريق كبير، لكن امكانيات قدرات لعيبه النادي الاهلي ورايه كابتن حسام البدري للمباراه وتصريحاته حتى قبل المباراه الاولى هنا في اسكندريه كابتن المباراه سوف تحسم في رادس، دي برضه في حد ذاتها تخليك لا انت فريق قوي، فريق عندك شكل واستراتيجيه معينه، وده ثبت دي في مباراه الامس كابتن. شوف انت قلت حاجه مهمه جدا، القدرات. النادي الاهلي امبارح كان بيلعب اسم الترجي مش لعيبه الترجي. مظبوط، معلش انا مع احترامي الكامل لفريق الترجي لا فريق الترجي فيه اجيال وفرق لعبت في الترجي اقوى من الفرقه اللي لعبت امبارح بكتير، سواء فنيا سواء يعني انا عمري ما شفت الترجي يعني ايه بالخلل الفني اللي كان موجود امبارح. لعيبه حتى لعيبه ما عندهاش ثقه وما عندهاش ثقافه المكسب يا فاروق. يعني انا النهارده لما ابقى كسبان الناس بس كتير عن سنين فاتت، معلش بس انا قصدي ان في اجيال في الترجي كانوا اقوى من كده بكتير. طبعا طبعا، يعني انت امبارح شوف معلش انا هدي لك مثال بسيط جدا، لعيبه النادي الاهلي اللي هي المفروض تجيب جونين بره ملعبها بعد ما دخل فينا ضربه الجزاء، اتفرج انت على الهدوء بتاع لعيبه النادي الاهلي وهي بتلعب، واتفرج على التسرع وعدم الثقه اللي كان بيلعب بيه فريق الترجي امبارح، ما تحسش ان هو كسبان. بالظبط بالظبط، دي حقيقه. ويمكن ال 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 التاريخ لما بيعيد نفسه، لما انت النهارده فريق بيوصل للمكان ده بيوصل للدور ده في نفس الملعب بيكسب اكتر من فريق من تونس، لا دي حاجه نفسيه تهز اي حد. فانا بقول لك انا امبارح من اول المباراه ما بدات، لا مش هو ده الترجي اللي كان بيلعب هنا، ومش مش مش موضوع ان الترجي هنا لعب هنا، هو لعب هنا هقول لك حوالي 35 دقيقه. احنا اخطانا، يعني اخطانا هي اللي خلته مش هي بص يا فاروق، هي مش اخطاء قد ما هي حاله فنيه. يعني في اوقات انت بيجي لك ان انت كذا لاعب في الملعب بتبقى حالتهم الفنيه مش مظبوطه، ده ياثر على اي فريق. صحيح، فهمت القصه كلها ان احنا كنا بنلعب فريق عنده نص ملعب جيد، نص ملعب كويس، كان في تقصير شويه في اداء الواجبات الدفاعيه من احمد الشيخ واجاي في المباراه الاولى هنا في مصر، فكان في زياده عدديه كبيره جدا على حسام عاشور وعلى عمرو السوليه، هو ده اللي ادى الاستحواذ والشكل اللي لعب بيه الترجي في الشوط الاول هنا. ولكن انت لما تيجي تقيم المباراه كمباراه انت بتتكلم في فريق تفوق عليك في 180 دقيقه، تفوق عليه في 35 دقيقه او في 40 دقيقه. فما تحسبش ان ده فريق تفوق عليا او فريق كسبني، ومش عايز اقول غلطه، لا في هفوه حصلت هي اللي خلت النتيجه وصلت. خلينا بقى كلمه كابتن، ما احنا بنتكلم في الحته الفنيه، بدايه المباراه والتشكيل نفسه، بعض الناس قالوا لك كابتن حسام ممكن هيغير في المباراه بتاعت امبارح، يعني امبارح يا كابتن هيغير سواء بقى في طريقه او تنظيم الفريق نفسه، من خلال طبعا انه ممكن يحط ثلاثه في نص الملعب منهم عبد الله السعيد ويحط صالح جمعه، يعني كلام كتير في الجزئيه دي، خصوصا ان انت محتاج انك تكسب، فمحتاج بعض اللاعبين اللي عندهم قدرات هجوميه بشكل كبير وفي نفس الوقت بتامن دفاعاتك. كابتن حسام لعب بالشكل الطبيعي والنورمال بتاعه في هذه المباراه، ولكن اتغير في الاسامي او المراكز نفسها. هم دول الاسمين اللي انا قلت لك عليهم. تمام، اللي انا قلت لك القصور الدفاعي اللي كان موجود في المباراه الاولى كان من الجناحين. صحيح حضرتك، واحنا كنا قبل المباراه وتحليلنا بالظبط كان القصور كان من الجناحين، كان من احمد الشيخ وكان من اجار، هم دول اللي كانوا عاملين عليك الزياده العدديه اللي في نص الملعب. لكن انت النهارده لما تيجي تحط واحد زي مؤمن زكريا زي وليد سليمان، الناس عندها زي ما بنقول بلغه الكوره 50-50، وهو بيهاجم عنده قدرات هجوميه كويسه جدا، وانت فاقد الكوره لا هو عنده قدرات دفاعيه وبيرجع وبيلتزم وما بيسيبش الباك اللي معاه في اي زيادات عدديه عليه، او يبقى في زيادات عدديه عليك في نص الملعب. اللي انا شايفه امبارح كان فارق بقى اكتر، ان حتى الاثنين اللي هم الديفندرين حسام عاشور وعمرو السوليه كانوا كمان بيضغطوا من قدام. ليه؟ لان احنا كلنا شفنا ان القوه بتاعت فريق الترجي في الاربعه بتوع نص الملعب. مظبوط، فلما تضغط عليه وتقفل عليه المساحات وما تدروش الفرصه انه ينقل الكوره بسهوله زي ما حصل في الشوط الاول في مباراه القاهره، هو ده اللي حصل وهو ده اللي ركبنا المباراه من الاول. حته ان التشكيل او بطريقه اللعب، يعني هو الفكر بتاع كابتن حسام من ساعه ما مسك النادي هو بيلعب هجومي ما بيلعبش دفاع. لا يعني في بعض المباريات زي مباراه بيدفيس مثلا لعب بثلاثه في نص الملعب، بس عشان كانت النتيجه بتاعتك هنا في مصر. انت بتلعب على، يعني خلي بالك انت برضو بتلعب
مباراه من شوطين 90 دقيقه و90 دقيقه، فانت بتلعب على انت يعني ممكن الكلام ده يكون يختلف لو انت النهارده عامل نتيجه افضل من اللي احنا عملناه في المباراه الاولى. فاهم قصدي؟ ولكن طريقه اللعب انا شايف ان فيها توازن دفاعي، فيها توازن هجومي، ما فيهاش مخاطره هجوميه، ما فيهاش مجازفه، لان انت النهارده انا زي ما قلت لك من بدايه المباراه ان انت كل المباراه ما كانت حطول ونتيجه 0-0 انا شايف ان الموضوع ده كان في صالح النادي الاهلي، لان كان النادي الاهلي قادر انه يتفوق بدنيا، وده اللي حصل امبارح والناس كلها شافته سواء في المباراه الاولى او في المباراه الثانيه. انت عندك التفوق البدني اللي يفرق معاك يخليك توصل لل 90 دقيقه تكمل، الفريق المنافس ما كانش عنده الامكانيه دي وبانت جدا امبارح. حتى النهارده وهو خسران لجأ لايه؟ لجأ لكور طويله عشان يوصل لل 18 بتاع النادي الاهلي، لان مفيش رغم ان هم يعني هو انا لسه هكلمك طبعا يا كابتن ايه الغلطات اللي ممكن يكون فيها فريق الترجي سهل الماموريه لفريق النادي الاهلي فيها، ولكن خليني اقول لك كابتن عمرو مرعي بيحرز الهدف الثاني للنجم الساحلي كده. عمرو مرعي احرز هدفين في هذه المباراه حتى الان، دقيقه 47 عمرو مرعي بيحرز الهدف الثاني، الهدف الاولاني جه في الدقيقه 14 من الشوط الاول، والهدف الثاني في الشوط الثاني في الدقيقه 47 عمرو مرعي اللاعب المصري المحترف في فريق النجم الساحلي بيحرز هدفين لفريق النجم كده بشكل كبير. كابتن عمرو اعتقد النادي الاهلي هيلاعب النجم الساحلي في دور السيمي فاينال. اعتقد وهي كانت باينه برضو من المباراه الاولى في اللي كانت هنا موجوده في برج العرب ان برضو لا في تفوق نسبي لفريق النجم عن فريق اهلي طرابلس. يعني فريق برضو خلي بالك يعني انا شايف ان اللي عمله اهلي طرابلس انجاز، ان فريق بيلعب كل مبارياته بره ملعبه خارج ملعبه صحيح. بدون جمهور ما عندوش اي مسانده جماهيريه ويوصل للدور ربع النهائي، انا شايف ان دي حاجه كويسه جدا وتحسب للفريق وللجهاز الفني بقياده الكابتن طلعت يوسف. طيب قبل كابتن ما اروح لفريق الترجي والتسهيل الماموريه للنادي الاهلي، ايه الاخطاء اللي وقع فيها فوزي البنزرتي وتفوق كابتن حسام البدري في الجزء التشكيل وجزء حتى التغييرات في الشوط الثاني؟ كابتن عايز اقول الشوط الثاني بالنسبه لك بقى كان ايه اللي حصل بالنسبه في النادي الاهلي؟ شوف تغيير طريقه اللعب ال 4 4 2 مع وجود اثنين مهاجمين صراح اجاي ووليد ازارو، ده عمل ضغط على المدافعين بتوع الترجي اللي هم احنا مقتنعين كلنا من الاول ان هم نقطه ضعف واضحه جدا، ان هم الاثنين السرد باكين. فبدل النهارده الاثنين ما كانوا بيلعبوا على واحد، لا بقى كل واحد بيلعب على واحد، بقى اللعب اثنين على اثنين مع الزياده بتاعت عبد الله السعيد ووليد سليمان، فبقى عندك كثافه عدديه، بقى عندك النهارده لما حتى لما بتوصل من الجناب ان كان اليمين او للشمال ما بتعمل حتى الكروسات في تواجد، ما فيش لعيب واحد، لا في اثنين او في ثلاثه موجودين. يعني انت لو الناس كلها تتذكر الـ الهدف الاول كره ملعوبه من ناحيه اليمين ووليد مكمل ومعدياه وجاي من وراه علي، يعني ما حدش يقول ان علي معلول يجي في الحته دي. صحيح يعني فاهم قصدي؟ فاذا ما بين الشوطين كان في تعليمات هجوميه، في يعني في التغيير اللي حصل غير برده من شكل اللعب، ان انت برده بدل ما كنت بتلعب بثلاثه في نص الملعب اللي هو عبد الله السعيد وعمرو السوليه وحسام عاشور، لا دلوقتي بتلعب باربعه، ده بيدي لك فرصه للاستحواذ، فرصه للتحرك من غير كوره، فرصه ان انت تعمل شغل الجناب بتاعك اللي النادي الاهلي دايما بيعتمد عليه في جميع المباريات اللي كانت موجوده. انما حته وجود راسين حربه بتغيير طريقه، خلي بالك النادي الاهلي فرق جدا في المباراه الاولى لما غير طريقه اللعب برضه ل 4 4 2. بقى عندك فرصه كبيره للاستحواذ، عندك لعيبه، عندك كثافات هجوميه، عبد الله السعيد بيكمل، عندك وليد سليمان بيكمل، في اجاي، في وليد ازارو، يعني في تواجد هجومي. حتى كنت هتلاقي حسام عاشور وهتلاقي عمرو السوليه في ظهر الاربعه اللي انا بكلمك عليهم دول، فكان في انت بتتكلم على الاقل في سته او سبعه لعيبه بيلعبوا في نص ملعب بتاع فرقه الترجي. ده ادالك طبعا انت كمان يا كابتن ما كانش عندك، هو انت خلاص دي المجازفه دي، هو بغض عشان هو بغض ما عندكش حلول تانية بغض النظر عن كده، هي دي طبيعه اللعيبه اللي موجوده في الملعب. صحيح هو عارف كابتن ازاي يستغلها بالظبط. انا عشان كده بقول لك المباراه دي انا وجهه نظري انها كانت متقسمه ان انا بلعب سيناريو كابتن كان موجود في حالتك كان موجود. بص اي مدرب في اي حته في الدنيا مع اي مباراه لازم قبل المباراه بيعمل لها سيناريوهات، وانا كسبان هلعب ازاي، وانا متعادل هلعب ازاي، وانا مغلوب وعايز اتعادل وعايز اكسب هلعب ازاي، بيبقى الكلام ده ما ينفعش ان انت تفكر فيه والماتش شغال.
مع الضغوط اللي انت موجود فيها والجماهير و لا ما لازم تبقى محضر. يعني فاهم، امبارح حصل حاجات تانية، يعني امبارح برضو حصل في اصابات، في تغييرات، في تاخير، في لان الناس برضو، في ناس كتير بتتكلم على التاخير في التغيير، يعني ما مين اضرب حاله لا نتكلم بالنسبه للنادي. لا في ناس يعني انا سمعت ناس اتكلمت كتير في كده، في ناس اتكلمت ان اجاي كان وحش. اجاي كان وحش؟ اه والله، ما بقى نجوم كبار يعني. هي معلش، ما انا بكلمك هي وجهات. طب ما انا برضو اتكلم، يعني انا برضو سمعت ناس وقبل المباراه بتتكلم على طريقه اللعب، وان الاهلي هيدافع، وان الاهلي هيلعب مرتد، وان الاهلي هيلعب. ما هو يا جماعه يعني انا الناس لما تتكلم او قبل ما تتكلم لازم حتى تعرف ايه العناصر اللي موجوده. هل انت النهارده كنادي اهلي عندك اللعيبه اللي تقدر تلعب انت زون ديفنس وتعتمد على هجمه مرتده؟ عندك اللعيبه دي؟ عندك نوعيه اللعيبه دي؟ ما عندكش. انت فاهم قصدي؟ طب يبقى ازاي انا كمدرب او كمدير فني حتى لو انا عايز العب هلعب كده ازاي؟ يعني انا حتى لازم قبل ما اتكلم لازم اشوف انا بتكلم عن مين، واللي انا بتكلم عليه ده امكانياته ايه، تسمح له بايه وما تسمحلوش بايه. صحيح، يعني فاهم قصدي؟ لان دايما الكوره او دايما الخطط اللي بتتحط على امكانيات اللعيبه اللي موجوده عندك. صحيح، مش هتحط انت طريقه لعب وبعد كده تجيب اللعيبه اللي تعمل طريقه لعب. بالظبط كده. طيب خليني يا كابتن اقول لك، يمكن فريق الترجي عنده لاعب مميز جدا، يمكن اسمه فرجاني ساسي، ويمكن ما كانش بيلعب من البدايه، هو لعب بيه هنا في مباراه استاد اسكندريه او استاد الجيش ببرج العرب، ايضا فخر الدين بن يوسف. الامور دي سهلت بشكل كبير، زائد طبعا الشكل البدني اللي كان عليه فريق الترجي. انا وجهه نظري العامل البدني، العامل البدني وليس اي لعيبه امبارح كانت هتلعب امبارح في بص، في فرق ان انت تكون بتلعب فريق وانت عامل معاه نتيجه ايجابيه وعندك ثقه، مش هقول 100% 80% ان انت هتكسب وهتعدي بالمباراه، وفي فرق ان انت بتلعب فريق وانت عامل نتيجه ايجابيه وعندك احساس انك هتخسر في اي وقت. ده اللي كان حاصل امبارح في الترجي، والاحساس ده انا متاكد انه هيوصل لاي حد في الملعب، سواء كويس سواء مش كويس سواء وحش. خلي بالك الحاجات دي، العوامل النفسيه دي والجانب النفسي في المباريات المهمه اللي زي دي بيبقى اهم من الجانب الفني. صحيح. وانا يعني انا بشكر الجهاز الفني وبحييه لانه تعامل نفسيا مع اللعيبه الاسبوع اللي هو قبل المباراه. انا بكلمك بمنتهى الصراحه، وكانت فكره في منتهى الروعه، فتح الجمهور طبعا، فتح النادي للجمهور خصوصا قبل السفر. انا يعني اؤكد لك بنسبه 1000000% مش 100% ان ده كان ليه مفعول السحر على اللعيبه، وده اللي انا كنت في الانترو قلت عليه يا كابتن، السر. وفي نقطه، في نقطه انا عايز برضه اقول يعني اتكلم فيها واحيي فيها اللعيبه بتاعتنا، ان انت بقى لك 4 5 سنين بتلعب من غير جمهور. لما تيجي في ماتشات مهمه تلعب بجمهور، مهما كنت انت الجمهور ده هيمثل ضغط عليك. صحيح. فانت فكره ان انت بتلعب من غير جمهور وتيجي في ماتش مهم سواء في ملعبك او بره ملعبك، تستحمل الضغوط الجماهيريه وتقدر انك تأدي بالشكل ده وتعدي بالمباراه وتوصل للنتيجه اللي انت عايزها، لا دي حاجه يعني حاجه فعلا يعني اللعيبه لازم يتحيوا عليها بشكل صحيح. كبير جدا. صحيح. جدا جدا، لان ممكن الناس تبقى مش واخده بالها من موضوع انك بتلعب. يعني انا هدي لك مثال بسيط جدا، حد يختلف على موهبه احمد الشيخ؟ لا. او مستوى احمد الشيخ واداء احمد الشيخ؟ احمد الشيخ في الشكل اللي هو فيه ده كان بسبب الجمهور، كان بسبب حضور الجمهور. صحيح. هو مش متعود على الضغط الجماهير. طب يا كابتن، ما دام انت دخلتني في موضوع الجماهير، طب المباراه القادمه كده بالشكل اللي احنا شايفينه وتفوق النجم الساحلي حتى الان، هتلعب ايضا هتلعب هناك بالظبط فريق النجم الساحلي في سوسه، وبرده يمكن شراسه الجمهور النجم الساحلي بنفس قوه فريق الترجي وتشجيع جمهور الترجي. لا، وهتبقى اكتر. لان انت من اسبوع مخرج فريق كبير. صحيح. في تونس بالظبط، حافظ هيبقى اكتر. طبعا طبعا. هي ده بس اللي عايز اقوله لحضرتك كابتن قبل ما اختم مع حضرتك، جزئيه النادي الاهلي اقصى كذا مره فرق تونس، وخصوصا لما بيكون في تونس، التحفز هنا هيبقى مختلف؟ لا مش مختلف، هيبقى بالنسبة اصعب. ايوه، ما انا بتكلم طبعا 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 هيبقى اصعب. انت النهارده الترجي امبارح خرجته، الترجي من سنتين او من 3 سنين اللي هي 2012 كان مع كابتن حسام البدري برضه خدت البطوله من هناك، الصفاقسي خدت البطوله من هناك. انت انا عشان كده بقول لك امبارح اللعيبه بتاعت انت بتقول لي في 2 لعيبه كويسين ما لعبوش امبارح، هل ده اصعب؟ قلت لك مهما كان اللي موجود في الملعب هم عندهم احساس ان هم هيخسروا في اي وقت، وده كان حاجه مهمه جدا وساعد عليها. بقول لك ضعف، يعني انت لما يبقى ما عندكش مخزون لياقي وما عندكش ثقه في نفسك
دي تهد اي فريق. صحيح. تهد اي فريق. انا بكلمك بمنتهى الامان. وكلنا لاحظنا الـ 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 العيب ده اللي هو بتاع اللياقه البدنيه ده. يعني انا برضو من هنا احنا لازم نشكر برضو فعلا انيس الشعلان. يعني واضح جدا ان الشغل اللي هو عامله عامل يعني عامل حاله بدنيه عاليه جدا. النادي الاهلي من الموسم اللي فات حتى في مباراه الدوري لا الكيرف بتاعك بيعلى مع نهايه المباراه والفرق كلها الكيرف بتاعها بينزل كتير جدا الشكل البدني. فدي حاجه تحصى بصراحه. اللي يعني تقول ايه بقى للاعبين يا كابتن حسام البدري اخيرا؟ لا طبعا انا بقول لهم مبروك. حاجه عملته حاجه انا من وجهه نظري انا شايف ان ده يعني مش اي حد يقدر يعمل اللي اتعمل امبارح ده. عجبني جدا كلام الكابتن حسام وكابتن سيد عبد الحفيظ بعد المباراه لما قالوا ان احنا خلاص قفلنا الصفحه دي ومن دلوقتي بنفكر في المباراه اللي جايه. المعسكر اللي معمول من دلوقتي في تونس يوري لك ايه التركيز وايه التفكير وانا متاكد ان الموضوع ده متخطط له من هنا من قبل ما يسافروا. يعني الناس عندها ثقة وعندها قناعة وعندها ترتيب انها هتقعد في تونس الاسبوع ده علشان الاجهاد بتاع اللعيبة وعلشان تقدر ان انت تستعد بشكل كويس وتقدر تقفل على اللعيبة بتاعتك بشكل كويس. صحيح. وتقدر تستعد بشكل كويس. فانا شايف ان دي حاجة تتحسب لهم. واعتقد ان هم قادرين ان هم يهيئوا اللعيبة نفسيا للصعوبة بتاعت المباراة اللي جاية. لان انت كل ما بتعدي دور الدور اللي بعديه بيبقى اصعب. النهارده انت عندك حاجه بتصعب عليك الامور اكتر انك برضو هتلعب في تونس هتلعب مع فريق تونسي. يعني الجماهير التونسيه يعني بلغه الكوره هنقول مش هتستحمل انها تخرج مرتين في دورين من فريق واحد على ملعبها. احنا قدها كابتن قدها ودود بامر احنا انا بكلمك احنا ان شاء الله قدها. يعني النادي الاهلي اتحط في ظروف اصعب من دي ان شاء الله. ولكن ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن. ويعني احنا شايفين الناس كلها دلوقتي بقت يعني مش عايز اقول بتشيد لا الناس خلاص بقت دلوقتي مقتنعه ان النادي الاهلي نادي المواقف الصعبه. بالظبط بالظبط. كابتن عمرو نورت شرفت كابتن عمرو. يعني ربنا يخليك. دلوقتي يبقى اكتر من كده نقدر نتكلم على المباراه القادمه لان طبعا خلاص احنا بالنسبه لنتيجه المباراه حتى الان هو فوز النجم الساحلي بشكل كبير. كنا محتاجين نقدر نتكلم على المباراه لكن طبعا ان شاء الله المباراه هتبقى صعبه. كابتن بشكرك كابتن عمرو وجودك معايا اكيد باستمرار موجود معانا في قناه الاهلي. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معاكم لقاء مع كابتن طارق سليمان وزميلنا امير هشام من تونس ثم ان شاء الله برنامج الكره والجماهير كابتن شادي محمد. انتظروه ما تروحوش لبعيد.